وسط أجواء تنافسية وهدوء ملحوظ، انتهت كوت ديفوار من تنظيم انتخاباتها البلدية والإقليمية في جميع أنحاء البلاد. رؤيتي لمنطقة كوماسي تتمحور حول التطوير والتنظيم، ليس في البنى التحتية وحدها بل في الإنسان أيضا. فنحن نطور بلدنا من أجل الشعب، ولذلك تجد أن شعارنا هو كوماسي المنطقة العائلة، كوماسي هي للجميع. لهذه الانتخابات أهمية سياسية كبيرة، حيث نظمت الانتخابات للمرة الأولى ومنذ عقد من الزمن في أجواء من المنافسة بين جميع القوى السياسية الإيفوارية، بما في ذلك حزب الرئيس السابق لورونغ بابو الذي كان مقاطعا للعملية الانتخابية في السابق. كمواطن في هذا البلد فقد كان مهما بالنسبة إلي أن أمارس واجباتي المدنية، الكوت ديفوار هي التي ستفوز. من دون تسجيل أي مشكلة تذكر، توزع 23 ألف مركز اقتراع على 200 بلدية و 31 منطقة في البلاد، قرب عدد الناخبين فيها 8 ملايين ناخب إيفواري. الجميع شارك. في الحقيقة الأمور تسير بشكل جيد. في أجواء الانقلابات والاضطرابات في غرب أفريقيا، جاءت الانتخابات الإقليمية والبلدية في كوت ديفوار لتبعتها برسالة استقرار إيفوارية لكل العالم. فكل الاستحقاقات الديمقراطية في البلاد ومنها الانتخابات الإقليمية والبلدية سارت بأجواء آمنة وبمشاركة كل القوى السياسية، على عكس ما شاهدناه في بعض بلدان غرب أفريقيا أخيرا. علي مرتضى أبي جان، الميادين.